السلام عليكم. طبعا في الحلقة السابقة عن الأردن حصلنا على تفاعل كبير من أهلنا وحبايبنا الأردنيين، ما قصروا وشاركوا وعلقوا من جدة وجديد. ياخذني أنا عبد الرحيم وياخذكم يا جمهور برنامج الاسترلاب إلى الأردن. خلنا نشوف الناس تعرف علم الأردن، تعرف عملة الأردن، زين قول قال الدينار، يعرف كسورها الفلس. عمي اختصر تعال خلنا نشوف. هاي عملة وانا ابو حيدة، هاي البحرين، هاي البحرين قديمة الأردنية، الأردنية عمي الدينار. ايه. الأردني زي. وش كسوره؟ احنا عندنا هني الدينار عملتنا وكسورها الفلس. ايه هناك ليش كسوره؟ كلش عمي كلش ماريفي. اللي يعرف كسور الدينار الأردني اكتبيه في التعليقات وش كسورها. النجمة وين تصير عمي؟ ما اعرف صراحه. النجمه كانه هني تصير عدل زين، وهني اللون الاحمر. اللون الاحمر غلط عمي. غلط ايوه، تحت تصير الاحمره. لا زين في الوسط يعني. ابا اساعدك، الاحمر هي النجمه، هاي الاحمر هي النجمه، هاي راح من عندك. الحين عندك الاسود والابيض والاخضر، وين يصيرون؟ هني الابيض وهني الاسود. غلط عمي. غلط كله غلط. الابيض ما عندي خبره في التاريخ. الابيض يصير في النص والأسود فوق والأخضر تحت عمي. إن شاء الله كلنا فوق عمي. إن شاء الله يا رب. يعطيك العافية. الله يعافيك. الله يسلمك. عملتهم بالدينار. عملتهم بالدينار. إيه نعم. زين كسورها؟ لا الكسور ما أعرف لها، بس أنا أعرف بالدينار. الدرهم ما يصير عندهم. قاية ما أعرف لها. الكسور ما تعرفه؟ لا لا لا، الكسور بس بالدينار. بالدينار أنا أعرف أن الدينار البحريني أزل منهم، هم 50% أقل. النجمة وين تصير عمي؟ النجمة المسلم. حلو. بس الدينار عدل عمي فوق. حلو. والأحمر هني؟ الأحمر هنا؟ إيه. وصل؟ لا لا مو. لا لا تحت تحت تحت. الأحمر تحت؟ لا. الأحمر مو تحت. في وسط الأحمر؟ في هني في هني. الأحمر في المثلث. إيه عدل عمي. بس في وسط يعني. أيوة في المثلث. إيه. وهني لا وهني الأحمر. عندك الحين بقى الأخضر والأبيض، وين يصيرون؟ الأخضر هني. حلو. الأبيض هني. الأبيض هني. عملة شنها البحرين هذه قديمة الأردنية. الأردن أكو مكتوب عليها الأردن كأنه حلو. الأردن وايش كسورهم؟ الأردن الأردن كسورهم ليرك. لا 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 ليرة عندهم في سوريا، ما أدري صراحة مو جاي على بالي. الأردن الأردن. إيه. النجمة هني طال عمرك في المثلث. في المثلث. اي نعم. حلو. احمر في المثلث. حلو. الابيض في الوسط. في الوسط. حلو. هاي عدل عمي. ايه باقي عندك الاخضر والاسود. الاخضر فوق اكيد. الاخضر تحت والاسود فوق. والاسود فوق. الاردن. الاردن عمي هاي طبعا عملتهم الدينار الاردن. بس ما تشوف زين وايش كسور الدينار عندهم في الاردن؟ كسور الدينار في الاردن. احنا هنا عندنا بعد الدينار كسورها الفلس. الاردن وايش كسورها؟ الفلس. وشو؟ الفلس. الفلس عمي. وجابت عدله عمي. اردن. وانا عمي اردن. الاردن قوي شكلك في الاردن. هناك الاردن وايش كسورهم؟ احنا الدينار. حتى هم الدينار. حلو بس كسورهم وايش؟ احنا كسورنا الفلس. هناك صراحة ما أتذكر. أنا رحت تعاملت وياهم. ايه. بس ما أتذكر صراحة الكسور ماله. ما أتذكر. والله أنا مو في العملة ضعيف. كله. كله. كسور الفلس حالهم من حاله نفس الشيء. النجمة وين تصير؟ النجمة تصير هناك. في المثلث. في المثلث. شجع عمي يقول في المثلث. ايه. ويا خالي. يلا ويا. المثلث هذا هو. الأسود وين يصير عمي؟ صح في المثلث. الأسود ما عندك. الظاهر هو الأسود نفس المثلث. غلط. غلط. في المثلث. في المثلث لا. الأسود وين يصير عمي؟ عجل المثلث خلى الأسود. أقول هذا تحت الأسود. الأسود تحت. بعدين أبيض. الأحمر فوق. الأحمر وين؟ فوق. هبا أعطيكم هدية من عندي عمي. الأحمر في المثلث. كملوا. باقي الأسود الأبيض والأخضر. ما أعرف صراحة. حاول عمي يقول لك الأحمر في المثلث. لا ايه.
الاخضر في النص يصير هذا، الابيض في ابيض، اي الابيض تحت الاسود فوق. اجابه الاسود صح، بس اقلب الاخضر تحت والابيض فوق عمي، هو جابت كلها رايحه عمي. يعطيكم العافيه. النجمه تصير هنا في الوسط في المثلث. في المثلث حلو. هو الاحمر هنا يصير يا النجمه. عدل يا النجمه. عندك احد ثلاث خيارات. الابيض يصير في الوسط. عدل عمي. علشان تعرفون البحرينيين جيبوه. بس هذا لو هذا واحد فوق ما ادري، انا اعرف انه لونه كذي بس ما ادري. الاسود وين يصير؟ الاسود تحت يمكن هو الثاني فوق هذا. ها؟ الاسود تحت يصير. الاسود فوق والاخضر تحت. بعض متابعينا من الاردن يلومون البحرينيين عن ضعف معلوماتهم عن الاردن. حق نختبر معلوماتكم نسالكم، كم عدد مثلثات علم البحرين؟ هذه علم الأردن. الأردن. نعم. روحة أبو ريماس. أبو ريماس زلونا لأن هاي الألوان تحته فاضي. أخضر نيلة. الأخضر تحت. عادل عمي. الأحمر فوق؟ لا عمي لا. الأحمر مو فوق. هني أحمر. حلو في المثلث. أحمر مثلث؟ أيوة. الأسود هني لا. الأسود فوق. عادل. الأسود فوق. عادل. الأبيض هني. في النص. إيه نعم. عادل عمي والنجمة وين تصير؟ هني. بعد في المثلث. إيه نعم. يعطيك العافيه. الله يعافيك. والله قوي. هذه عمله الاردن. الاردن حلو. إيه. حلو الاردن. إيه. اللي هو ايش اسمها؟ اللي هو دينار واحد. إيه. عمله بالدينار. كسورها وايش عمله؟ يعني عندنا احنا كسورنا احنا الفلف نفس ما تعرف انت ونفس ما يعرف الجمهور. الليره. هناك كسورها الليره؟ اي كان الليره. عندنا لك علم هنا، تعرف علم وين عمي؟ هذا علم دوله الكويت على ما اعتقد. الكويت عمي؟ اي نعم. النجمة وين تنحط الحين في العلم؟ النجمة هني. هني؟ اي نعم. بالضبط جبت يا عمي. والالوان اللون الاحمر وينه؟ على ما اعتقد الاخضر هني. والاحمر هني. الاخضر فوق؟ الاخضر فوق. ايه. والابيض في الوسط على ما اظن. الابيض صح عمي، الاخضر مو صح. الاخضر مو صح؟ ايه. يعني احمر ابيض اخضر. اخر شيء عمي. اخر شيء هذا. اخر شيء كلام. اي نعم. هني الاسود، هني الابيض، وهني الاخضر، وهني الاحمر. هاي الاجابه الصحيحه. دينار. الدينار. هنا. كسورها. شنو كسورها؟ يعني عندنا احنا في البحرين الدينار كسورها الفلس. هناك وش كسورها؟ والله ما ادري صراحه. النجمه تصير هني. حلو في المثلث. ايه. الاحمر وين يصير؟ الاحمر يصير في الوسط. الاحمر اللي هو في المثلث عدل. المثلث نفسه. عدل. صح. الابيض عمي وين يصير؟ في الوسط. في الوسط حلو. ايه. والاخضر؟ الاخضر تحت. الاخضر تحت عدل. ايه. عمي والاسود؟ الاسود خلاص فوقه. الاسود فوق عمي. اي نعم. علشان يعرفونا عمي. الله يعزك ان شاء الله. احنا حبايبنا واهلنا مال الاردن، احنا معلوماتنا عنا وعنكم رايحين فيها. اي نعم. هذه الاردن. الاردن. دينار الله. دينار الاردن. زواج كسورها. احنا عندنا هنا في البحرين الدينار كسورها الفلس. هناك وش كسورها؟ يمكن بعد الفستان دينار والله شلون؟ نفسنا الفلسة؟ اتوقع يعني. توقعك كان في محله عمي. هاي علم الاردني، وين تصير هالالوان اللي تحت والنجمة؟ علم الاردني؟ ايه. هاي النجمة وين تصير؟ في اللي هو هاي المثلث. في المثلث؟ ايه. والاحمر يصير تحت. ما ادري انا، والاحمر تحت لو فوق. زين عمي باساعدك، هي الخيار الاحمر في المثلث بعد. اي تعالي الاحمر في المثلث. زين الاخضر صف الوسط. الاخضر في الوسط؟ لو تحت. الاخضر تحت عمي روح. زينك والابيض في الوسط. والابيض في الوسط. حبايبي اهلنا في الاردن واهلنا في البحرين واهلنا من كل محل تابعونا، ما زال عندنا الكثير حق نتحكي عن الاردن وعن غير الاردن. بس حبيبي لا تنسى تشترك في القناة حتى يوصل كل شيء جديد. كان ياكم عبد الرحيم في حلقة الاسطرلاب، انتظرونا في الأيام الجاية. السلام عليكم ورحمة الله.